عايز اقول حاجه بس عشان ابويا اسد ورزم فلوس وهدايا بالكوم واول ظهور لمراته وسرب اغنيه بابا علشان ما جابلوش هديه. كواليس احتفالات عيد ميلاد حوده شيبه اللي كسرت الدنيا من ابرز الحضور، وليه احمد شيبه اتصدم من ابنه، ومفاجاه عن هديه كروان مشاكل. كل ده واكتر هنعرفه في الفيديو ده. حفلة ولا في الأحلام وما فيش حد ما حضرش، والكل دافع ومكلف وهدايا بالكوم ورزم فلوس، وده غير أسود الداعمين وأصحابه على تيك توك. لقطات من عيد ميلاد حودة شيبة واللي قلب السوشيال ميديا من أول ظهوره لحد ما اليوم خلص. كانت الحفلة كلها مفاجآت وهدايا براندات بأرقام خيالية. لأول مرة حودة شيبة يظهر مراته على السوشيال ميديا بعد ما كان مخبيها سنين وسنين عن عيون الناس، لكن جه الوقت اللي ظهرها ودخلت معاه ومسك إيديها وفرحان بيها، ما هي حب عمره. وحقيقي عندك حق يا شيبة، جمالها مش طبيعي، ولابسه فستان شيك ولونه جولد ومحتشم، وهو لابس بدله فورمال على كاجوال ولونها بني. الكل فرحان بيه وشجعه من اول ما دخل وتصور مع تورته عيد ميلاده واللي كان شكلها مطرقع على شكل بدله سودا والديكور اسود في جولد. وناس كتير مشاهير وفنانين وتيك توكرز وبلوجرز حضروا عيد ميلاده، وده غير مطربي المهرجانات والشعبي اللي جننوا العيد ميلاد والمعازيم كلها. عيد الميلاد كان زحمه جدا والناس كتير حواليه وبيشجعوه في عيد ميلاده، وابرز الحضور كان عمرو شاور اغنى يوتيوبر في مصر والوطن العربي، وام عمر ومنار ومداهم وكروان مشاكل وملكه الجمال شريهان وجاكسون، واللي داخل الحفله وايديه مليانه هدايا. ده غير مطربي المهرجانات والشعبي اللي قلبوا الفرح كله اغاني ورقص وتنطيط زي اسماعيل الليسي وسيد مجاري واسلام كابونجا، واللي وجبوا معاه علشان خاطره وخاطر البوس الكبير احمد شيبه. وطبعا اكتر حد لفت انتباه الكل بوجوده ودخلته اللي هزت العيد ميلاد هو عمرو عبد الجليل، واللي ما بيظهرش غير في مناسبات معينه وبعدها يختفي فين وفين على ما نشوفه. وعن اكتر حد الناس كلها فرحت بوجوده ودخلته ما كانتش زي اي حد، هو وصول احمد شيبه ابو حوده، واللي كانت كل المواقف بينهم مليانه ضحك وهزار، ومش مجرد علاقه اب بابنه، دول اصحاب جدا. وحوده بيهزر مع باباه وقال له فين الهديه، قال له ما جبتش. هنا بقى ما قبلش الكلام ده وسرب للمطرب احمد شيبه اغنيته الجديده، قال له علشان انت ما جبتش هديه ليا انا هخلي الاغنيه الجديده اللي لسه ما نزلتش تنزل حصري ودلوقتي وقدام كل المعازيم كلها في عيد ميلادي. وهنا شيبه اتصدم من ابنه وافتكره بيهزر، لكن مفيش ثواني والاغنيه فعلا اشتغلت وهو ما بقاش عارف يتصرف ازاي. وفي الاخر ابنه اداله المايك وقال له غنيها خلاص شغلتها. واما بقى عن هدايا عيد الميلاد اللي في حته تانية خالص في اسود نزلت عليه من الداعمين، وده غير التيك توكر اللي ما حضرش عيد ميلاده وبعت له اسد هديه، وطبعا كلنا عارفين انه بالدولار يعني بفلوس كتيره قوي. واما بقى هديه كروان اللي كانت مفاجاه للكل ومحدش صدق خالص انه ممكن يعمل كده، جاب له نسناس هديه وموز. وهنا شيبه اتصدم وقال له انا هتعامل معاه ازاي، كنت جبت لي حاجه مفيده والناس حواليه ما بطلوش ضحك. ده غير اللي كروان عمله اول ما شاف احمد شيبه وقال له لازم تسمع صوتي وغنى له علشان يكتشفه، وكان مقتنع قوي وهو بيغني والناس كلها بتحاول توقف كروان عن الغنى وهو تحسه ما صدق ماسك المايك. حوده شيبه بقى له اكتر من سنه ونص على تيك توك والكل بيقول عليه انه شبه باباه في خفه الدم، وكان اول ما ظهر على السوشيال ميديا ظهر مع جدته وهو بيعمل فيها مقالب او بيظهر وهي بتتكلم معاه، وكان دايما يشتكي لها من باباه وفيديوهات كلها كانت كوميدي. وحصل له انهيار اول ما رحلت عنه ومشيت واختفى لحد ما قدر يمسك نفسه ورجع تاني لعالم السوشيال ميديا بس من غيرها وبطريقته اللي مليانه ضحك وهزار ومصاحب كل البلوجرز والمشاهير وكل الناس بتحبه. يا ترى انت كنت تعرف ان حوده ابن احمد شيبه ولا لا؟ وهل في شبه بينهم ولا لا؟ وايه رايك في اللي عمله معاه في العيد ميلاد؟ شاركونا في التعليقات.